عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بنوم هتسنتهين إخواني في الله أد بنواد أرالي نغنيسين مدد ير أما مدد نسك أو عن هو دخوك لمغنيسي وكاني وحبضنو من يرادا كشقيني سي أي سكد بريدينو أصف تقري العيد هنا أولها سكد بريدان إن شاء الله تبارك وتعالى. أن عاوة وحنوفر لنا موضوع عن إسلاه هو موضوع مهمة وموضوع إن كصاحب سن مستقبل كان ودن ذينا يضو أن كده قاقين وحى إنه جمرسن مركل لقدر قاقو ما أنت واحد جونا لابد يكون لبعتن يلابو لا لبعتن كون لابد يكون إياه لبعت صدق صدق يلابو يعني طبعا كسنة صار صعته محل قفل يا ودن ذينا إنك دعان marka lagu eego cilmiga loo yaqaan meteorologiga ama loo yaqaan cilmiga mustaqbalka ee maxa ka dhici karaya wadannadan aan anaku aan degannahay ee ku yaala bariga afrika oo kamida qaarada afrika marka insha Allah ta'ala waxaan jecelahay inaan ku furfurto kalmad yar ku saabsan ee saddex kalmadood ko وحن جعلها هنا كهذا له أبارها كتاجن ملكة مذا بريغا أفريقيا أبارها أو سامي دولكا عند جنة هاي أو كهية فرادك أبارها سيد الله جبحي يدو موضوع أباهن دراسة يأباهن كهذا وحكم سامسون تهاي موضوع عن ما تكهل لإنه مستقبل كم حين وصل صعدا لكن بحاجه ولا ليال ابارو بهسن وباهن صدح قلو اني دقاق سميان مركو هوري وحي وباهن تهي اني دقاق سميان دولدها كتاليا ودندن جيسك افريكا سوماليدا مارتي ودندو دوردن ايو ان اثيوبيا جيبوتي كل وحي وباهن تهي انت لابا لقادو غير عاديه سي لو غرمدو دولة دهان لأنه أباراهن روب كي وقت يلي فيلي مدو أبارها دعينا وأبارا أدقويان مركا إن لغرمدو وحيتهاي ضروري مرحلة دن مركا قردو كوباد يعني لحال ليو وقردا سويان هدي وجرو واحد ضميرة أو إله كبقة أو دافسن كرسي لدول فديو إن داد كان مساكين تاه وحي اي هايستيان دمانا يو اي وقورا يو وقبالا دا اونولي سو غارين وكوتا صعدا ان عبارتان بحسن مركا ايادا انا لقرمدو اي دولدوه قرمدان والاقوا مارما ويا لسكو قرمدو لانو دا قرمدو ارين تا لباد وحاوي قرد لباد ان لحال ليو وقلو ينكا بايع مشتركا الهي اوسيي حولو حولها هاستي دونها كو هلاني حول هاستا إيكنا وحا واجب كو واجب الساعة وحا ساعدا وحا واجبا أبا وحا ويقارن علمات واجب المرحلة واجب كمرحلة دا وحا ويان والتصدق الصدقات للبحو مركا ما انت صدقات إلا لبحو وواجب كستيبا إيادا كوين مركا إن شاء الله تعالى صدقات داس تدكو آد بالو بركعي أدب حوله أرض مالذين أدب لوجا جونيا قبل هذا أين جارينا تصحر كي عبارته وكرسي صعتها بلهن وحلاقي عبها دي قرمت في عروض عوايو إن جاجب بهسن أي كذا عدو جيسك أفريقيا قطاسنا وقرض لبعض إن لها الله مرحلة دم قرض صدحات إن لها الله وحويه وعلوم ذويان ذاتك علوم ذا إن قبطان إن سيدي لو يقاني باغيال إن قبطان ديار بانو هين دكايغ أنيغو أو لو قبطو إن إذا عضها يا تلفزيون ندا إن كويالا نورت أمريكا كويالا إن وحان كو هذا غودها صوماليا غودها وطن دينا أو لغا هادلو أو لدا هادو هل غرمدو أو حولا لو أوروريو إن دات كاسي أو نا لو ديبا غاما عافمات قبا او غامو امينه حولها سينا لو ديبو
oo gacmahaasina ay dadkii mustaxiqiinta ahaa gaarsiiyaan. Marka qolada saddexaad ee baaq u dirayana waa qoladaas weeye insha allahu tacaala. Marka marxaladan waxaa taagan marxalad adag oo lagu jiro abaar, lagu jiro gaajo, lagu jiro baahi in laysku gurmadana watacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Waqtigii samafalka iyo alla kacabsiga laisku gaarsiinaya weeye, waqtigii laisku gaarsiinaya maaha dembiga iyo maaragtay ismi waalcudwaan iyo xadgudubka laisku gargaarsanayay maaha, siduu ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay tabaaraka watacaala. Marka taasi waa midda koobaad oo aan jeclaa inaan ka hadlo. Midda labaad waxa weeye, waxaan maqalnay oo farxad noo samaysay in Cabdilmalik Coldoon lagu waayey wax dembiya marka la eego cilmiga qadaaga. Yacni maxkamaddu way weyday wax dembiya oo ninkaas lagu haysto. Marka laba arrimood ba arrintaas waan ka hadlayaa. Arrinta koobaad waxa weeye waa arrinta ah inay maxkamadda argeysa weli ay ka jirto cadaaladii weyaan. Marka cadaaladu xagga maxkamadda weli way shaqeynaysaa, liano wadamadan jaarkeena ku yaala oo Hargeysa la jaarka ah Somaliland, maxkamaduhu waa la ogyahay sida ay yihiin, waxay ku shaqeeyaan telefon. Marka halkan waxaa ka jira maxkamad ninkii ay dowladdu soo xidhatay la yiri male wax dembiya male. Marka arrintaasi waa arrin muhiim ah, waa arrin muhiim ah oo ku tusaysa cadaalad noocan ma inay jirto. Cadluna wuxuu dhahdaa Ibn Khaldun asaasul xukum, haddii meel maamul ka jiro aw weynaada maamulku aba ha yaraadee, asaaska maamulku waa cadaalad weeye. Marka cadaaladu waa asaasul mulk, dowlad haddii la dhisayo cadaalad baa loo bahay. Marka maxkamadaas waan ammaanaynaa, qofka wax fiican qabtana waa la ammaanaa, qofka wax xun qabtana waa la ceebeeyaa. Marka rabbil caalamiinku waa ka abaal mariyo, sida ay mu'asasadii u shaqeysay ay tiri ninka wax dembiya oo lagu hayo ma jiro, sida ay sheegeen looyaradii difaacay. Marka taasi waa midda koobaad weeyaan. Midda labaad waxa weeye, qofka marka ay maxkamaduhu ay saamaxaan sida Jabuuti ka jirta unba iminka Somaliland ka jirta, dowladdu markay rafacaan qaadato qofkii dib baa loo xidhayaa, xabsiga la geynaya. Marka Cabdilmalik waxaa nala soo gaarsiiyey inaa dib loo xidhay oo dowladdu ay xidhatay. Marka cala ayati xaal, maxkamadaha labaad ee rafacaanka ilaa laga gaaray maxkamadda sarena waxaan filaynaa xeer qura u yaalla Somaliland in la dhowro oo xeerkaa la ilaaliyo. Marka dambe wuxuu ahaan doonaa kii iska soo baxa. Marka midda koobaadi waa mid daaweye. Midda labaad oo arrinta Cabdilmalik aan ka hadlayo waxa weeyaan Coldoon, waa arrinta ku saabsan Cabdilmalik muxuu sheegay. Wuxuu sheegay waa hadal, hadalna waxaa loogu jawaabaa hadal. Gacanna kama hadal, afkana kama dagaalamin. Ee wuxuu sheegay ra'yi, ra'yigaas uu adkanan karaa ama waa jilicsanaan karaa ama dhexaad buuan karaa, laakiin ra'yi buu cabbiray. Wuxuu cabbiray fikrad uu qabo. Waxaa la yiraahdaa qofka marka fikirkiisa laga hortagayo, waxaa laga hortagaa fikir. Alfikru laa yuwaajihu bilcunf, xoog lagama hortago sida ay sameeyaan wadamada carabtu. Lianna haddii xoog laga hortago, xoogu wuxuu keenaa inuu ka kalena xoogan loo isticmaalo. Waxaa keensanaya in laga adkaan kari laayahay ururadan jihaadiga la yidhaahdo oo itaal badan lahayn, laakiin waxaa loo isticmaali lahay wax weeyaan waa caqli iyo fikrad. Marka hadduu qofku fikrad soo bandhigo, fikirkiisa fikrad baa lagu horgeeyaa, waa lala niqaashaa. Marka taa lama isticmaalini, xoog baa la isticmaalay. Waxaana jira wax dhahdo cunfu dawla, xooga dowladda, iyo cunfu ljamaacaat, iyo xooga iyo itaalka jamaacaadka, iyo waxaa jira wax dhahdo cunfu muasasaat ama cunfu lafraad. Saddexda baa jira. Marka qaarkood dowladuhu waxay isticmaalaan cunfi iyo gacanka hadal iyo xoog, dadkuna way isticmaalaan, oo qof baa isticmaala, ururaduna way isticmaalaan. Saddexduba waa mudaan, saddexduba way cambaaraysan yihiin. Maxaa yeelay xooggu ma keena xal, xalku waxa weeyaan waa in la isqanciyo weeyaan, waa in wax la isku sheego weeyaan. Marka arrimaha uu ka hadlay Cabdilmalik, anigu hore uga hadlay, intaan ku waafaqsanahay iyo intaan ku khilaafsanahay,
habka uu hadlay iyo habka aan ku khilaafsanahay habka aan ku waafaqsanahay waa nin xor weeyaan raayigiisa u xora marka saad raadid waxa muhiim ah walaalayaal ina taana la isticmaalo oonan lagu xallin xooga xogu adduunka wax u sheegaya ya iska yar marka waxa jira wax la hado marka maanta laga hadlay cilmiga siyaasada waxa jirta wax la yiraahdo quwwatu alfikra ya fikratu alquwa qofku marka uu hadlayo haddii fikirkiisu quwad leedahay iyo haddii uu qofku isticmaalayo fikradda xooga adduunka maanta waxa isku haya waa labada weey kaaminka israa'il iyo falastiin aragtid waxa is haya quwadda fikradda oo falastiiniintu ay sitaan iyo fikradda xooga oo israa'il ay sidato marka dadka ee goor kale dhahdo ee shiinaha ku nool muslimiinta waxa haystaan quwad fikradeed laakiin dawladda shiinuhu waxa haysataa quwad xooga haysataa marka fikradda iyo xooggu marka ay islaan oo midna fikraddiisu ay xoog badan tahay midna xooggiisu uu xoog badan yahay marka ugu dambeysa waxa adkaata fikradda walidaalik buu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi walcaaqibatu lilmuttaqiin marka waxaa dowladahan isticmaalayo xoogga aan u sheegaynaa xooggu waxaa la isticmaalaa laba jeer waxaa la isticmaalaa marka cadow uu dibadda waddanka kasoo weeraro amba waxaa la isticmaalaa markay jabhad ay waddanka ka sara kacdo ay tiraahdo systemkan xoog ku bedelayaa labadaa jeero ma xoog la isticmaalaa laakiin inta kale waxaa la isticmaalaa saddex quwadood oo kale waxaa la isticmaalaa quwatu lfikr fikrad xoog badan quwat alqaanuun qaanuunka oo la xoogeeyo iyo quwatu lwacyi waliclaam iyo warbaahinta oo la xoogeeyo iyo wacyiga maanka oo la koriyo dadku markay maan yeeshaan lama siri karo dadkan waa cabsoonna hebel inuu siro dadku macruur aad dhashay maaha oo korinaysid dadkana saa laguma siri karo marka waxaa loo baahan yahay inaa arrimahaas si khaas ah loo eego yaa muhiima marka khawaati ikhwaani walaalaha dhammaan adduunka jooga arrintaas cabdilmelik waxaan leenahay dib ha loo eego waa muhiim weeyaan leanno ninkaasi waa dulsan yahay dulmigana in laga dulqaado waa daruuri sida aan u leenahay fu-aad oo ah nin ku xidhan dalka jabuuti oo fu-aad waxa weeye waa duuliye ninkan isagu wuxuu helay nasiib maxkamad rome buu helay oo fiican laakiin ninkaasi maxkamadiina u waayey waa geesi tol waayey tol cadaaladeed iyo tol xeer iyo tol awoodoodbaba marka waxaa lagu xukumay 10 sano oo xadhiga oo ku jiri doono 10 sano imika inaan ka hadlaa doonno waxa dhici kara maynu iska dhammaan doontaa ninkaas marka waxaa loo xukumay waxa weeyaan isaguna ra'yigiisu cabiray naftiisu la baxsaday isagoo dareeska siduu iska dhigay wadanka uu ka orday wuxuuna yidhi meeshaasi dulmi baa ka jira wadankii uu ku baxsaday yaa khilaafay qaanuunka dawliga amba waxa loo yaqaano luwa internationalka loo dhejiyay xeerasha adduunka bini aadanka ilaaliya qof meesha lagu dilayo lagu xidhayo lagu dhibayo in la geeyo maaha meeshii baa lagu soo celiyey wadanka ethoopia khalad kaa galay kadibna markaas wuxuu kusoo noqday jabuuti maxkamadaa la keenay waa la xukumay kadib markii la jir dilay la cadaabay kaneef lagu xidhay musqulo lagu xidhay wax bini aadan lagu sameeyey aan lagu sameyn akhiiran 10 sano ayaa lagu xukumay ninkaasi marka taasi waxay ku tusaysaa waxa la dhahdo qiyaab alqaanuun markuu qaanuunku maqan yahay marka ay uu jirin waxa dhahdo quwatu lqaanuun markuu qaanuunka iyo xeerku uunan awood lahayn marka ay maxkamaddu tahay musayasa meel siyaasad ku shaqaysa marka ay tahay waxaa ka dhaca waxa inkaasi marka iyadana insha allah waxaan leenahay waa cambaareynaynaa waa mudaana laakiin labada meelood kala duwanaashaha u dhexeeya ayaan arkaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala okay intaas haddaan kaga baxo mawduuca labaad arrintaas ku eegayay waxaan galaynaa mawduucii aan u fadhino ah mustaqbalka wadanadeenan 10 sano ee soo socota okay wadanadan dad baa yidhi wadano maxaad u leedahay maa tiraahdida uun wadankeena meesha dadka qaar ba hawaawinaya meeshan wadanaa ka jira geeska afrika ee wadan quraate ma aha meesha waxaa ka jira wadano marka wadanadaasi waa 4 aan ka hadlay imika anigu wadanadeena waxa weyaan dad baa degan anaku aan leenahay iyo ethoopia degan day tahay soomaaliya 4 marka ethoopia wadanadeenu kamid yahay jamhuuriyadda jabuuti oo dal xora
oo kamid ah jamiyadda qurumaha cudwi ka ah iyaduna waa wadan oo dhanadeena waxa kamid ah Soomaaliya oo iyadu imika ahaan reality-geegu uu yahay laba wadan oo maratay xagga qaanunka wali ma kala guxin oo Soomaaliya dhaada laakiin haga waaqi reality-geegu waa laba wadan oo amar kala qaadan oo kala tashada oo tashin waa Somaliland iyo Soomaaliya marka iyadana waa wadanadeena kamid yihiin waxa kale oo jira Kenya oo iyaduna wadanadeena kamid ah marka aan ka hadlayo wadanadeena aan waxa ka dhaqaaqaya reality-ga waaqiga ka dhaqaaqaya sidee noqon doonaan 10 sano ee soo socota marka su'aashaasi waa su'aashaas weey marka aan ka hadlayno 10 sano oo soo socota waxaan ka dhaqaaqaynaa in aayad quraana oo Ilaahay laba aayadood aayadu waxa ku jirtaa suuratu al-hajj dadka quraanka aan akhriin aan fahmin quraanku wuxuu leeyahay tafsiir cilmi ah in loo macneeyo si scientific ah oo lagu eego cilmiga loo yaqaan cilmul ijtimaac cilmiga socialka ama sociology loo yaqaan marka cilmiga marka quraanka tafsiirkiisa la saaro waxaan aad ugu dheereeyay laba oday oo mufassirin waaweyn ah rahmatullahi alayhima mid waxa weeye tafsiirka al-manar rashid rida waa min a'dham al-tafasir fi al-asr al-hadith tafasirta ugu weyn casrigan ayuu yahay uu kamid yahay marka tafsiir al-manar baan adaa waa sheekh saddex arimood laha salafiya cilmiya ijtimaaciya saddex shay buu lahaa cilmina uu lahaa min salafiyana uu lahaa ijtimaacina uu lahaa dhinaca cilmiga bulshada aad ugu dheereeyan waxa kaleeto uu jiraa sheekh la dhahdo ibn cashuur oo isaguna tafsiirkiisa isagu wax badan ku dhiga laakiin way ka mid bay tahay isna madrasadaaba ku taasuusanaa cabdilxamiid bin baadiis baa jiray culimo badan baa jirtay oo qur-aanka si ijtimaaci u fasirtay oo cilmiga bulshada qur-aanka uma aynan addoomine qur-aanka hadiinaya cilmiga bulshada marka waxaa jirta laba aayadood oo mid ay ku jirta suuratu al-baqara kadib markuu ilaahay qisadii taaluud ka soo waramay midna ay ku jirto suuratu al-hajj aayadda afartanaad ee hajj iyo aayadda 251 ee suuratu al-baqara 251 suuratu al-baqara ilaahay wuxuu ku yiri walawla daf'u llahi an-naasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakinna llaha du fadlin 'ala al-'alamin ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala حدونا إلهي تبارك وتعالى وددك أي اسكودع أي نجرين ددك اسكودع يعني نلوش أي هردم يعني هردك وهدونا جرين دفع الله الناس بعضهم ببعض بين تاسجير ويجر تاي وحقيقة وحويا الدونك وحا معمولة قانون لنا قانون تدافع قانونك اسهردك إي اسكودع إي اسجيدك تخاصمك قانونك بدون تحكمها قانونك ولا المجرى الدونك يقانونك هون هون أيوه مجرى تصير وده حياة ضدك مسلمين ولا لها استجعال أيوه ضدك إسكو برحم كأيوه يكبر حيسا لكن ضدك أدونك قانونك حكم أيوه حويان ولا سير دم يا سلام بوجانا نيشي كده ركالك دون تان قانونك سوحو إنه شجع يا هدون جرين أدونك وحملها هذا قرانك واضح لا فسادة الأرض هدون جرين دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسادة الأرض dulku uu xumaan lahaa kawnkani ma socdeen noloshu horumar ma gaadheen dadku waxba ma sameeyeen noloshu way qurmi lahayd marka ilaahay wuxuu ka daba keenay aayadda walaakinna allaha duu fadlin cala alcaalamiin ilaahay markuu qaanuunka dejiyey fadli badan buu ku leeyahay caalamka yacni ilaahay markuu kugu abuuray iskari ninka ku adoonsanaya midna uu caqligiisa ku abuuray amba uu ay noloshu keensanayso inuu ku adoonsado hirdanka arrintaa ka dhalanaya أيه نلاش كل ما عندها، ولكن الله ذو فضل إلهي فضل بدم بكل جاي، تذكر عالمكم مخلوقاتك أن تبارك وتعالى. تسوى سورة البقرة، سورة الحج يدو وسيف فسر تبع، إلهي سورة الحج وانت يتذبذ ومكي، سورة البقرة أنت يتذبذ ومدني، وعكوتوس هيسا صراع يالله لم كونوا أدون كان كذيها كيها أزلي. حولي جيب سوجري من مركي إلهي آدم عبوري لبدي ويلو داري واسكو دعان مركا صراع أصل على رشا هشيسكو أصل بها ولذلك أبو إلهي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إلهي وحوري هدي أي دادكو إسكو دعين وأدون كان أونا كجرين لولان سياسة داد لولان دقالة سيدا ما تأركي دونو لولان فكرة داد لولان إيديولوجيا داد لولان دقالة لولان البحنمو هدينا الدنيا آنو كنا الله أين كجرين محادع لها وحال بربورين لها ميلها إلهي لغو عابدو وأي دينها كل الدول أي حيستان صوامع ذا هي بيعة هي مساجد وماله كريستان كماله يهودا هي ماله مسلمين إلهي كعبوديين إلهي أنت بدل وها يوم مساجد ولا رأي إلهي وحور قفك إلهي أجر جار الروح على أجر جارنا إلهي وأجر جار معايا الإلهي وقوي وإتال بنيهي وأنا عزيز أرنكيسا إلهي أمر يا ماش أمر إلهي تبارك وتعالى. أوكي إخواني في الله annaku marka maxaan ka hadlaynaa si aan si cilmi isku la socono afar arimood baan ka hadlaynaa ina marka isku aan iswayn arinta koobaad ee ka hadlaynaa waxa weeye waa mustaqbal mustaqbalka gobolkeena akoo marka mustaqbal baan ka hadlaynaa arinta labaad ee ka hadlayno waxa weeye adduunkan inuu yahay meel la isku haysto yaa isaysta marka ka hadlaynaa dulkeena waa la isku haysta yaa isaysta arinta saddexaad ee ka hadlayno waxa weeye maxaa la isku haystaa limaada dukeena waa la isku haystaa maxaa la isku haystaa maxaa yaal dukeena arinta afraad ee ugu dambeysa oo ka hadli doona waxa weeyaan maada yumkino an na'mal inaan abarno maxaa inagu waajiba maxaa inoo suurta galaya inaan sameyno 10 sano soo socota si aan uga baxno dhibaatadan culus ee na haysata iyan ka hadli doona insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Okay, waxa jira laba kitaab oo la qoray dhamaadkii qarnigii 20aad. Qarnigii 20aad markuu dhamaanayay waxaa la qoray laba buug. Labadan buug waxaa qoray laba nin oo jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ka dhigta cilmiga siyaasadda oo loo yaqaan culumada siyaasadda. Amba khubarada siyaasadda. Amba falaasifada filosofiyada siyaasadda. Amba munaddiriinta siyaasadda. Dadka siyaasadda dejiya. labadan nin inta baa ku tuuran kartaa caalim oo doon kartaa safa wanaa culumo waxa oran kartaa waa khabiiro waxa oran kartaa waa filosofiyo waxa oran kartaa oo kaleeto inay yihiin maxay inay yihiin munabdirin munabdirku waxa weeyaan qofka doodaha cusub dadka u soo gudbiya. Okay, labadan nin markaa maxay yihiin labadan nin midka hore waxa la yiraahdaa Foko Yamada أسر كيسو وشينة وجابان لكن وان مرايكا نويان جامعة دان هارفر مرايكا كان وعوكيه هي بروفاسير وحو قري جامعة دا جامعة دا كله يالسو الرويي أرده دا مستر كي الدكتورا سميسا سينيس كا بوليتيكال كان بركي دولد دي روشكو أي دعدي مركي دولد دي روشكو أي دعدي بوليتيكال سينيس كا دات كي ديجنيي iya la soo ururiyay dunyadu halkay u socotaa laga fikiray waxa la galiyay daraasad aad u farabadan sida imika ba loo wada daraasad kale oo imika arki doono iyo iyada la galiyay. Okay, daraasad ka la galiyay adduunku halku u socdaa oo aad u badnaa oo aad u xoog badnaa waxa ka mid ah dadka galiyay ninka la yiraahdo Fukuyama. Marka Fukuyama muhaadar uu ka jeediyay jaamacad ku taala dalka Mareykanka iyo jaamacada kale oo Harvard raacsan. Okay, wuxuu jeediyay kitaab baqaal kale dhaxdo Nihayatu Taariikh. Taariikhdi bini aadamkii soo socotay kumaku ka sanadood way dhamaatay. Macnaha leedahay markaa way dhamaatay markii uu leeyahay macnaha leedahay. Taariikhdi way dhamaatay. Okay, muhaadaradii markuu galay haddana wuxuu qoray maqaal. maqaalku wuxuu ku qoray jaamacadda Harvard majalada cilmiga ka soo baxda iyo maqaal ku qoray ka hadlaysa nihayatu taariikh ila taariikhdi dhabta muhaadaradii buu bedelay maqaal. Maqaalkii markaa xoog adduunka looga akhriyay waxa loo arkay inuu yahay maqaal tawri ah revolutionary oo sheegaya inay wax dhamaatay xuqba kalena ay bilaabmaysay laakiin isagu wuxuu leeyahay haddii to dagaalkii ideolojiyadaha
الاسدري او دمادي وحا ادكاتي لبا شيء ليبراليه ليبراليزميكا هي كابيتاليزميكا الراسماليه دي هي الديمقراطيه دي صدح بابا ادكاتي بركا الدنيا العصبي وحي وقت قادانيسا سي او دنتهي ديمقراطيه سوق فرفرن هي جلوباليزيشن جلوباليزاسيون امبا مونديالزاسيون اولما ارادوا الاسكو فريا مركي هلكا اي سوتو وحو بدلي كديب بوك بوك أريتي كتاب كي حسكو بدلي بوك كتاب حسكو بدلي كتاب كا وحالة هذا تاريخ ده قبل دي يقفكي أدونك أقدم به والإنسان الأخير نهاية التاريخ والإنسان الأخير يقفكي أقدم به نيكا مركا فوكو يا معلي هذا فكرة دان وكسو الله ما إيمك وحكا لو قري بوغان كلا ومركا لانكا ورمدونه أيو قري لكن كتاب كان وكتاب تاريخ بني أنا كمالك قري يعني فحنا عبارة الجامعها وحليه جركو حليه هاي ميلا إسكت قالان جركو تاريخنا وحليه ده ميلا جركا هي قيمها حبنا جركا قال سعرة مفاصل بعدها هل كامر كي تاريخه سعته مبوق قريب مركي دمعت الحقبة دي دقال كي قبوا بقى اللي بلابي مرحلة ده نيجي شاكين دوني سو سعته أيوب مبوق قريب نكاني مركي أبوق أس والمهم وبوق أمبورتانيا وبوق ترز أمبورتانيا وبوق دقيقة ولي بس وحقو رمى يبقى دقيق لكن بوق صح معه إن هذا بوق علمي وكجرة ينو صح يلبي كرتاي أقونتو هدي أجي صح معه ويخلطنتها مركا أقونتي سنكا ويخلطنتي مركا لكن بوق أسوأ قرأ نكاسي محو مركا بشاري نكاسي هو بشاري أنا تعيني الشاقي إن رأس مالية دو نقونا يسو نظام كقوري دوني دا حكومي دونا لبا إن نقونا يسو ديمقراطية دو سيستم كقرى سياسات يا دون كقعدت كل جدونا صدق إنه أسواق الدنيا لفري دونه أو أيضاً إذا وقت دولته حول الهايين وأدون كشركات كي قبض دونان خل خص خصوحي الأورنجري أو بريفيتيزيشن ودي دونه دنيا أي شركة لو وري جدونا هل كسبوا يسووا بشارية نكاس يحاكد بيجيدي نسحب كيا أو يسوون الجامعة هارفارد كده لكن فيجن كفيجن كدوان لا وحال هذا نكاس إن هانتكتون سووا عارين مريخنا اسم الجامعة دا أم بودا وحوق رأي كتاب لين هذا إسكودعة البح البحيوين كان البحنيوين كدوني دا إسكودعة وين أفكا عربيكا وحالجو ترجمي سدام الحضارات سدام كوا شوك أفكا فرنسيس كشوك وإسكودعة أم بس وحالجو ترجمي صراع الحضارات لولانكي حضارة دهنا ولا قلت الجميع. نيكن هانتكتون يسووا حكور رمي لا إيو تضبع الرماد بكور رمي. لكن واحد كسر كوب إن هلكن وقت بدر ما هيصنو وحكور رمي إن أرنتاء إن أدون كسومرين بقلال البحنمة أو البحنمة والبناء انقراضي أي دماتي لكن أخيرا واحد صور هذا تضبع البحنمة أو وليها ده تاجن أو ندمان. halka uu ka yiri ninka la yiraahdo Fukuyama taariikhdu way dhamaatay kullu shay u dhamaaday illa kapitalismiga hadaarada reer galbeedka uu baaso hadhay uu ka yiri laakiin isagu ninkani wuxuu yiri may toddoba hadaaro ayaa soo hadhay ninkani marka hadaaradaha soo hadhay wuxuu ku sheegay in illa ya toddoba toddobada hadaaradood ee soo hadhay toddoba ilbaxnimo ee soo hadhay wuxuu yiri mid waliba waxay leedahay إن أصلوا الدين دين بواصلة بتلن حضارة شينها يا جابانكا وحويل وحواء إن أصل كونفوشيوسكا والدين كونفوشيوسكا بعد البحن ماذا إن هندية يدا نحول البوذيسم البوذية يوا البحن ماذا إن مارت الحضارة الروسية وحويل وحواء أرثوذكسكا حضارة دا إن محاكم هذا مريكان كي إنجليز كنا وحاو أبوري بروتستان حضارة إسلام كنا وضرنا مسلمين تنا وحاو أبوري إسلام كنا وضرنا قارنا حضارة دي كاتوليكا ستريانيكا يا فرانسيسكا يا ساسو كاليتو حولي مركا حضارة والبوحي لها دهي مرتكس دينة وأي كسوة قادتي روح طعم نيكا سيد وهانتكتر هانتكتر وحو كانو يري حضارة والبنى الدولة بها الدفاع
marka imika ahaan saraacu wuxuu ku gabagabaysmi doonaa buuri afar qolo ayaa isirdin doonta war waxa imika socdo wayan waxa isirdin doona xadaarada mareykanka ama protestantka iyo xadaarada ruushka ortodoxka iyo xadaarada confucianska shiinaha iyo xadaarada islaamka saddexda qolo ayaa isirdin doonta buuri xadaaradu walbana waxay leedahay buuri dowlad ay ku noqoto ka mareykan baa mid hogaaminaya midna ruush baa hogaaminaya midna shiina hogaaminaya laakiin wuxuu xadaarada islaamka dowlad hogaaminaysa ma jirto wuxuuna soo bandhigay ilaa iyo lix dowladood wuxuuna u kala wadwaday wuxuu kusoo gabagabeeyey iraan iyo sacuudiga iyo turkiya kuwa baa hogaamin doona buuri xadaarada islaamka lianna masarna dhibaato ku sheegay inkastuu marka daba soo reebi doono laakiin run ahaan wuxuu soo reebay intaas marka wuxuu yidhi xadaarada kuwaas baa iyakuna hogaamin doona buuri ninkaasi Huntington marka labada kitaab waxaa la idhahdaa siraacul xadaaraat yaa la sameeyey okay dagaalkan maxaa buugaantani maxay ka jawaabeen waxay ka jawaabeen markii uu midowga sovietig dhacay sagaashankii ee ay bilaabatay xiqbadii la oloo bixiyey inay adduunyadu maraykan u wada gacan gashay oo uu dhici doono dagaalkii ciraaq iyo afghanistan iyo dunida muslimka la weeraray dagaalkaas waxaa loo macneeyey inuu yahay taariikh cusub oo bilaabatay markaaba la macneeyey adduunku halku u dhaqaaqaya marka kitaabkan uu qoray ninkani nihaayatu taariikh buugaan badan baa ka daymatay nihaayatu juqraafiya ka daymatay juqraafigii waa dhammaaday nihaayatu ideolojiya ka daymatay ideolojiyadihii way dhammaadeen nihaayatu adyaan baa la qoray diinihii way dhammaadeen nihaayatu insaan baa la qoray bini aadankii u dhammaaday waxaa la qoray nihaaya haddeed waxaa bilaabmay casru nihaayaat wax walba uu dhammaadaa la dhihi isagoo lagu dayanayo ninkaa la dhahdo Fukuyama laakiin labadan buug waxaa markii dambe xoog batay buugga labaad ee Huntington ayaa ku xoog batay buugga uu qoray ninkaa la oran jiray Fukuyama okay dagaalka marka halkaa uu socdo waxaan imika marka Mareykanku wuxuu noqday booliis min 1990-kii ilaa laga soo gaadhay 2010 dunidatan waxaa la oran jiray waa caalamkii Amerika nufuudka Amerika yaalatay Amerika marka adduunka iyada xukuntay okay laakiin laba quwadood baa isku dayday inay soo baxaan labada quwadood waxa dhada waa laba quwadood oo caalami ah waa Shiine iyo Ruush Ruushkuna dib isku soo dhiso marka Ruushka waxaa lagu dhisay laba fikradood si dib loo soo kiciyo waan sheegi doonaa maanta Shiinahana waxaa lagu dhisay afar fikradood oo wax ka sheegi doono oo iyaduna dib loogu soo dhisay Shiinaha okay marka marxaladda waxaa loo bixiyey marxaladii Mareykanka uu dunida xukumeeyay laakiin labada quwadoodi waxay sameeyeen wax dhacdo Israa'i isdhis Mareykanka kama hor imanayn laakiin way isdhisayeen wayna u aamusayeen wax badanna way fasaxayeen waxay iska dhigayeen dad jabay si ay isku soo dhisaan istaraatiijiyad bay dhiseen istaraatiijiyadda ay dhiseen maanta waxaan ka tilmaami doonaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala marka waxaan arki doonaa dunida soo socota iyo xukumaya waxa xukumi doona dad aan sheegi doono iyadana okay inta aan halka igeyno waan soconaa hadaba waxaan imanaynaa markii la soo gaaray 2010 ilaa la imanayo 2020 dunida waxaa ka bilaabatay wax cusub waa cusub baabriyey waga cusub ee bariyey waxaa keenay fikrad uu dajiyey nin maratay wadanka Shiinaha u dhashay ajiba oo magiciisana agan baan iniga sheegi doonaa ninkaasi waa nin ka dhisay dowladda Shiinaha ee imika aan arkayno waxaa la oran jiray Deng Xiao ninka la yiraahdo 70-kii waxa u dabaaldegtay 30-jirkii amba aqdigii saddexaad ee shuuciyadda markii Mao Zedong uu dowladda Shiinaha dhisay marka wuxuu yiri hadalka u fiirsadaya wuxuu yiri ninkaasi Deng Xiao
كونتون سنة كديب دولة الشينو هو إنا نقطة دولة مودرنة بمعنى دولة لا ترتنتا ودنا در رجال بيت كأمر كمودرنة وحول كلمة دو استعمالي وحوية وإنا نقطة دولة مودرنة وقارمة كونتون سنة كديب هل كلمة ده المستقبل كمر كان كحل دلو سنة دنا لازم كم استعماليون كونتون سنة صدنا لازم كم دعيون سنة كم دهرو sida Djibouti mar dhow ka dhacday 2030 ka dawladda Djibouti waxay noqonaysaa wadan dhaqaale culus leh dariiqa la socdana ma aha dariiqi ma isla iska ma oranayo waa la dhahayaa laakiin waa la dhigayaa sidii lagu noqon lahaa wa farqi ay noo dhaxeeyeen wuxuu markaa ninkaasi kalmadda waxa kamid aha ninkii asaasay dawladda Israa'il oo loo oran jiray Theodor Herzl kun iyo 1897 magalada Pel ee Swiss wuxuu ku yiri konton sano dabadeed waxa abuurmi doonta dawladda Israa'il oo ka sara kici doonta wadanka Falastiin la dhaxdo Theodor Herzl kun 900 iyo maxaa ku dhahda waqtiga waxa ay ee kun 900 iyo 897 hadalkii uu yiri waxay kacday kun 900 iyo 47 konton sano markay gaadhay dowladda Israa'il waxa la eelaamiyay 84 84 idan dowladda Israa'il wadaatay ninkana wuxuu dhig markaa adeeg shaayo wuxuu dhig barka konto sano dabadeed waxa iman doonta in Israa'il sheeno noqoto dowlad moderni ah ma oran dowlad qawi ah sabo waa in dowlad moderni ah noqoto laana markay dowlad xadiis ah noqoto waxay noqon doonta dowlad xoog badan hadalka ila ila socdaya afartankii kotonkii lixdankii toddobaadkii waxaan jeedaa toddobaadkii ba sideedkii sagaashankii 2012 2020 dawladda China waxay noqotay dawlad hadiisa marka xaaladda jeey marka xaaladda jeey khuddadi iyo planificationki ay ku noqonaysay dawlad hadiisa dawlad moderni ah sawu noqonaysa marka dawlad hadiisa afar arimood ba jeeyno qabteen أفرت أريموت الشينو قبتين وحين نقطي إن لا ديرو أرضي لا ديرو ودن الله دورتي بعناية وحاكم إذا مريكنكا وحاكم إذا كندا وحاكم إذا إنجليزكا وحاكم إذا فرانسيسكا وحاكم إذا جرمالكا وحاكم إذا أستراليا وحا لا ديري دات كسوة برطة بعصات علمية لا ديري بعصات ولا ديري ديليجيشن لكن سيانتفيكا حد واحد صبرتان علمي التكنولوجيا هي علمي ورشادين تام بكو لبو وحالة صبرتي بالري علمي إدارة وحالة يقانو جستيون مودرن ادمنستريشن كا عصب إلا صبرت أرينت اللباد يدد كاسي الله صدري طابع حد أرينت صدحات وحالة لي وحان صبرنا إنا sida waqtiga looga faa'iideeyo ee bini'aadamka iyo waqtiga la isku dhiso Ingiriiska iyo Mareykanka horumarka gaar arintaas iyadana waa inaan soo baranay arinta afaraad ugu dambeysa waxa weeye ninka cad sirta uu dunida ku xukumo waa in la soo barto ninkan cadii sir buu hayaa sirtiisa waa inaan soo barano waa in loo sabro in la soo barto afartii arrimood baa la soo laamay waddanka China hal galiyay waxay noqotay in dawladda China labadii kun markii la soo galiyay ay noqoto dawlad moderni ah waxay isku dhiseen China laba arimood oo in la isku dhisa adag tahay waxay isku dhiseen waxa loo yaqaan cilmiga technological modernization ka iyo waxay isku dhiseen shuuciyadii dawladdu waa shuuci laakiin dawladdu سوق ونقرية ليبرال اللي بيشو يسكو يمن كرين حقا سياسة دو كوميونيزي بانناي حقا دا قالانا ليبرال بانناي قالت ووحو فهمي كري وايي فوكيامو فوكيامو وحوري تاريخ ويدا ما تتذكرنا ليبرال بانو غريان دين والبا ديمقراطيات لكن مرايكا شينو حوري ديمقراطيات ما قادة لنو هي وبروبوليميا دا هايستيكا ميتاهي او نين مارتي لوك باثي لرادو لوك باثي لرادو كتاب بوكا قرى كيف تخسر سين سينو غور مجبي دونا سيدو بونا وجبي دونا كيف امتى
goor buu jabi doonaa sidee buuna u jabi doonaa okay waxaan arkaa uga socdaa waxa weeyaan dawladda jaynuhu arintaas bay ku guuleysatay moderniga bay samaysay labadii kun ayaa dib loo fadhiistay xisbiga shuuciga fadhiistay ee dalka ka taliya markasta waa la tiqiiminayay tiqiimkii ugu dambeysay waxaa la yidhi iminka waxaan nahay quwa waxaan ka baxnay assucuud inaan korno waxaan noqonnay cudma quwad weyn haddaba su-aasha waxa weyaan sideen u noqonaa qutbi dowlad dunida maraykanka la xukunta waka su-aashu dagaalka aan maanta ka hadlayo waa taa weyaan maraykanki wuxuu adduunka ku xukumaa dhowr arrimood oo sheegi doono iyakuna waxa dhahaa adduunkan waa inaan maraykan la qaybsanno su-aashu waxa weyaan sideen ula qaybsanaa meesha laiskama fadhiyo laiskama sheekaysanayo waxaa la dejiyey system systemka muxuu keenay systemkaas wuxuu keenay waxaan soo socda inaan ini akhriyo maanta shiinuhu wuxuu noqday dowladda ugu weyn ee dunida xoolo u dhoofisa alaab dhoofisa adduunka kana heeshaa macaash lagu qadaray 4.3 trillion oo dollar milyaar ma waxaan sheegaya trillion waa trillionku waxa weeyaan waa 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 baa 1 trillion waa 4,000,000,000,000 marka trillion dollar 4 trillion oo dollar 4.3 trillion oo dollar ayay adduunka u iibgeysaa waa dowladda ugu iibgooda adduunka weyaan waxay ka qayb gashaa dowladda shiinuhu 35% kobaca dhaqaale dunida iyadaa samaysa dunida waxaa kobac dhaqaale ka dhacaya waxay keligeed samaysaa 35% waxaa ay ku guuleysteen inay baabi'iyaan qoris la-aan iyo akhris la-aantii ilaa ay gaarsiiyeen 1,000,000,000,000 jaynaha 3% waxba qorin adiga aqligaada bal ka fiirso 1,500,000,000 oo qof imise qof baana wax qori karin 3% sii soco dadka jaynuhu wax soo saarkooga maxalliga localka wuxuu gaadhay 12.1 trillion dollar yuu gaadhay waxay sheegayaan dadka internetka isticmaala jayn gudaheegu waxay ka badan yihiin carabta iyo afrika iyo america latin inta isticmaasho dhan waxaa ka badan inta qof ee jaynaa ee isticmaasha maxay internet lianna waxaa la sheegay waxaa internetka isticmaala dad ka badan dad ku dhow 800 million oo qof oo jaynaa waxay isticmaalaan internet waxaa intaa ka dartay ikhwaani fillaah oo yaab badan waxa weeyaan dowladda shiinaha ninka la oran jiray Mike Rothschild waa madaxweyne ku-xigeenkii waqtigii Trump ya Mike barda Mike magiciisa waxaa ladhaa Mike waa taqaaniin ninkaa la dhahdo maaragtay Mike Rothschild Ness la dhahdo ninkaas wuxuu sheegay madaxweyne ku-xigeenkii Trump buu ahaa wuxuu yidhi waxay noqon doontaa quwadda adduunka ugu weyn dowladda shiinuhu markuu hadlayo waxaa hor yaalaa arqaan baa hor taalla shifra hor yaalla lambara hor yaalla iskama hadlayo ninkaasi Mike marka maxaa jira maanta ninka la dhahdo Mike wuxuu yidhi waxay noqon doontaa quwa cadiima maxaa yeelay waxay gacanta ku dhigaysaa hadalka isagaalaya 99% waxyaalada warshadaynta ee adduunka ugu horumarsan waxaana ka mid a robotka inay samayso robotka way kaga badisay dowladda maraykanka waxaad ogtihiin technologiga jeegii imsaad bay soo saaraysaa jino oo laisku haystaa adito waa maraykanki ba arday noqday yani way ka qishtay way ka dayatay iminka maraykanki wuxuu noqday arday miskiin uu gaari kari leeyahay waxaa kale oo la sheegay xagga teknolojiga biolojiga way ka siibatay reer galbeedko dhan waxaa la sheegay dakaaga istinaaciga waxaa intelligenceka dhinaca warshadaynta way kaga badisay waxaas oo dhani waxa weeyaan shiinihii u dhaqaaqay yaa dejiyey istraatiijiyadda waxyaalada ka hadlayna maanta weyaan iskama hadlaynoon yaa istraatiijiyaddaa dejiyey waxaa dejiyey ninka aan inii sheegay xukumi jiray wadankaas maxaanku dhahdaa
إن نبوء هذا سيسمي مارت دينك دينك شيو دينك شيو يا دينك شيو نن عجيب تصير سمي كان ليش تريدونا دينك شيو قاس عجيب كا وحوس سمي يسقى أيات دجيي نبوء أذن استراتيجيا أبرة كدب نيك الأورنجري ما وصلتون مركا هل كيل لوس عدا وحال لوس عدا وحوي وحان جيري شنو هو وحها قوة سعيدة قوة سوكا عيسى وحن نقد قوة عظيمة قوة وين وحوا إمك أوس عدا قطبي إنه نقد قوة قطبي آ أو مريكا كدور ذا لقى صدر مركا رسبو شنو هو كوس عدا شنو مركا شنو هو ما 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 إن مسافة ضيوم أوكي بنك أدوية وقابل سن العقتها بنك العقتها يا دونك تقرير بوكا قريه وحولي سيديت بقول يكونتن مليون أو شينا يا كبحي فقر هديتو إزدائيين وحولي يلي نيكا بانكا سيوحولي شينو هو حكو سعودها إلا قوة يا شينها ملياري يا بركة وفقيرة با شاقلا أنتو وحي بغلكي أفرو يعني شينها إميكا ولتاليكا دولداني وحي بلاوضي إني أدونك كو قبسطو وحا أن شيء دونو أو إميكا ينيسو سعودها أوكي مركا أدونكن أن وحانو قيبيرينا أن إذا رأى النقضة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحاني مكا أن أركينا نيكي لورنج دي مارتي دينك شياو ونكا استسورتي سايني سور دي وانا نكا أن دجيي محانك رضا استراتيجية دان نبو أضع إن جينوه هلكا أي قارين مانتا أي كشقي رأي كشقي ونبو أضع استراتيجية دان سبيو يعني استراتيجية دان عن طريق هين بقبق دا مصر يا سيسي وحمانك هلي دون نايو إيا تاني صوماليا إيا تان جيبوتي يا صومالي لادي إيا مانتي مال عدلاء نكو فردينو أبارك بيحي كارلا ولوكي نووي يا لوكي نبي آدن وكاكتها يردوني كده عليه سلام أن لنا هيدوردان نايو وحمان قبلنا نايو وحمان سبعنا نايو بقبق دي نعك الشكل إن شاء الله تبارك وتعالى مركة تاسوى تاسويان إخواني في الله محان إني قايري إن شينه مارتي أرقام تقار وحي كشكينا يعني وحي اللوين يابلة وان إمي كديبو هذي دون أوكي سؤال شو حويا عالم كأنو محانو قايبنا يا صدح عالم كأنو كنو الله صدح بانو قايبنا عالم الأقوياء تتكحوك بضن ومريكن حتى يورو تكون بجرته جرم الباكس ورقالي كريا ومريكن يروش يجين ذاتك وحان أبيحني عالم الأقوياء محي أقوياء كويهين وأركي دونا مركا عالم الأقوياء أوكي عالم كاللاباد وحان أبيحني عالم المتوسطين ذاتك بها ويكون اللاباو كاللابحايا عالم كوهو سنول أقويدن سا يوروبا وكالي يوروبا حي وحكوتها يمانتا ومريكن دون مريكن جرين يوروبا حما نقاطين قوة دي انجريس كوحا لودو يمريكن يوروبا ودنا مريكن باي كوهو سنول شاي اوكي مركا عالم كا دحاء او كوهو دحان اللبا نقايبنا داد كوهو وحا محال دادان نين اسكي ونينة هي نين كونين انين نين باجران اني مديسة نين كسوقات مركا رقو هلا بادي نين اسكي ونينة yani nin kunin ah marka waxayna kuwaba iyo kuwiin okay waxa jira kuwa kale oo saddexaad oo waxa jira waxayna dhinaca mutawassika kuwa dhexe kuwad waxa jirta ee nooc min atamarrud leh iska diidan system kan dunida ka jira laakiin kubaya sida brazil oo kale ee wadanada america da comfort la dhaxdo amba iran oo kale amba turkiga oo kale waxa weeyaan waa wadano kubaya kubucugaasi waa kubac daati ah يكو كإيمانيا يكار ربا إنا يسوكب عن ودوني دان أي وحكا النقضان وحالة دا وقوة إقليمية وقبالة دا إدقينيين بحوكيين وقالة دا قلصة دا حاد بها جرتا وكوها سنول ريقال بيتكا لكن استراتيجية دا خاصة إسكالة سان شابانكا إيو وضانة دا آسيا دا قاركود استراتيجيات بيليين كوها سنة معنا لو شاقا أوكي مركا وقوة دا صدح هذي وحين وأودها يرير إن ما لا يعني قال. مركا أنا مركا الحيوان كان كمثلا. حنا ذا عالم الأفيال ومرودية ذا. عالم الأسود واللباحية ذا. هي عالم القطط والطيور. هي بصداها يرير. هي شبرها.
marka anaku waxaan nahay caalamka shimbiraha iyo bisadaha si kala u dhageyna caalamka waxa loo qaybiyaa waxa loo qaybiyaa dunida tartamaysa iyo dunida lagu tartamayo su'aasha halista waa taa weeyaan okay yaa tartamaya yaa isdiraya caalamka maanta yaa maanta isdiraya waxa isdiraya waxa weeyaan ruush iyo shiine oo imika ayaa mahan dhoyto shir ku galay ruushka shiinaha dhexdiisa oo ka hadlayay arrimaha ah in taxaaruf la sameeyo alliance in la heshiiyo oo loo heshiiyo maraykan iyo reer galbeed okay iyo maraykan yaa tartamaya adduunka waxaa tartamaya waa labada qolo okay ruushku keligii iskama celin karayo maraykan jaynuhuna imika ahaan maraykan iskama celin karaya keligii marka waxaan u bixinay dadka dunida ku tartamaya iyo dunida lagu tartamayo manaadiqa nufuud meelaha boqolkiiba lixdan ka sareysa in lagu tartamayo yaana ku jirnaa waynu tusi doonaa marka meelahaas meelaha lagu tartamayo halista loogu tartamayo yaa aynu tusi doonaa marka iminka suurta ugu horeysa waxaan arki doonaa iyaa dunida ku tartamaya maxaa naga yidhi waxa ku tartamaya waa ruush iyo china iyo maraykan tartanka ugu weyni kuwaabuu dhex socdaa okay maxaa lagu tartamaya hagee lagu tartamaya waxaa lagu tartamayaa afar gobol oo dunida ka mida waxaa loo bixiyey manaadiqa nufuud al istraatiijiya meelaha lagu loolamayo ee istraatiijiga ah kii ugu horeeya uu dhargayo caadi maaha meelahaasi maxaa kow ka ah waxaa kow ka ah oceaan pacific almuxiit alhaadi af carabiga pacific oceaanga yaa ka ah pacific al oceaanga halkaas maxaa jira boqolkiiba konton ilaa shan iyo konton baayac mushtarka dunida ayaa mara waa meesha imika uu maraykanku yidhi sida uu qoray ninka la yidhaahdo kissinger man yamlik yamlik qiyaadat alcaalam ninka meesha gacanta ku dhiga hogaanka dunida iyuu gacanta ku dhigaya marka meesha laysku diriraya ee kow ka ah waa maxay maxaa yidhi waa oceaan pacific waa almuxiit alhaadi waa pacific ocean meeshaasina waa muhiim jiddan waa meesha imika shiine iyo ruush intay shireen ay soo saareen qaraarka ay dhaahdeen lama ogolo inuu maraykanku ku sii fida meeshaas mana ogolaanayna siba okay waa meesha koowaad meesha weyn meesha labaad ee laysku hayo waa maxay waa koonfurta badda dalka shiinaha koonfurta badda dalka shiinaha meeshaas oo wadano badan oo maraykanka la gacan saara ay degan yihiin iyo jaynihii oo meesha ka ah number one meeshaasna waa meesha la isku dirirayo weyaan waa meesha labaad ee dagaalka caalamiga uu ka socdo kow waa taa laba waa taa waa inaan xoogu la soconaya meesha saddexaadi waxa weeyaan waa meesha loo yaqaano asharq alawsad alkabiir maha sharq awsadkai hore bariga dhexe la yaqaan maha waa bariga dhexe ee fidsan ee weyn bariga dhexe ee weyn oo kasoo bilaabmaya turkiga dushiisa oo kusoo dhammaanaya ilaa iyo geeska afrika soo maraya wadamada carabta oo dhan wadano badan oo muslima soo maraya meeshaasina waa meesha saddexaad ee la isku hirdinayo ee laysku haysto weyaan waxaana loo yaqaanaa sharq alawsad alkabiir ya bariga dhexe ee weyn baa loo yaqaana okay meesha saddexaad waxaan soconno meesha afaraad ee ugu dambaysa waxa weeyaan waa qaaradda afrika qaaradda afrika iyadana laysku haystaa si qurus qurus ayaa loo googoostay iminka qurus quruska loo googoostay waxa weeyaan waxaa la sameeyey istraatiijiyad la yidhaahdo amba waxaa soo baxay fikrad la yidhaahdo duwal mahzuuma fi afriqiya
دول منتصرة في أفريقيا دولة واحدة جرا أفريقيا كوجوليستي يدولة كوجامع أفريقيا وحكمي ودنا أفريقيا كوجامع فرانسيسكا فرانسيسكو أف دتك فرانسيسك دتك أفريقانكي إم مدو أكون تلا فرانسيسكا ويسون عيان مريكا كنا وين يعني مك أوكي جينا هنا ما جعلوا وحاجة واحدة هذا يقضى أفريقيا دتك نخب إليت كأي لبيان تا وحاجة واحدة هذا برارق أفريقانيزمية برارق أفريقانيزمي يروح كشاكينا يا إن الله يرحمه وأفريقيا أن كحرونة هيمنة إن الله حكمه إن الله يعيشه لكن سؤال شو حويان أفريقيا يا كوجابي فرانسيس ما كوجابي أفريقيا وحا كوجابي مريكا أوكي أفريقيا وحا كوجوليست وحا كوجابي عرب مصر إيوه وده ما دي عربتي أدو بقول لصلي ويجابين أفريقيا يا إمك كوجوليست أفر قلوا يا كوجوليست إمك إن أفريقيا علاقة في على يشان تشينا وهجر أنكو هيو إنه بقول كيف اللبية طبعاً دخلها أفريقيا كأنت كل شيء إنه اللب كون يلعب بقول يشان يلعباتن مشروع أو هرمريت أو تضرب بقول كتر مليار أو دولار كبدل يكون بحيان إنه قليل مركشينا هلا نمبر وان كا نمبر تو وحكا تركيا نمبر تري صدق وحكا إسرائيل هلا صار نمبر فور وحاي مك أرنقطي روش مركا أفريقيا وحاي كوسعتها إنه قعصار كوا ليالته أو مارته يكون تاجرة ديكتاتيرة ده إيو سيستمية ده سيجرين كأ أو مركا محو مركا كو استعمال يعني سوق قبضان وأنا تكهل دون مركا أنكو هل كاسة كجنا أوكي أفريقيا وحلو قيبيي صدق قبل شرق مهارة ده بريغة أفريقيا بريغة ده بلادنا صدق بلو قيبيي أفريقيا صدح بها لو قيبي وحا لو قيبي أفريقيا دا سراء سحراء وإدبيهين عربتا يوحي أسودو يا أفريقيا دا خوصي كونفورتا يا أفريقيا دا دحيو كبلا ميسا بيسك أفريقيا إلا يوقوي أفريقيا سنغال إلا صوماليا جبوتي ساوتا قيسا استراتيجية دا ما سيهورو لو يقاني صدح بها لو قيبي وحالي ميلا وحا لو بحيي meelaha ugu istaraatiijiyada waxa kamida geeska afriika dagaalka geeska afriika ka dhacaya waxa la dhaw wuxuu noqonayaa dagaal nooc ah dagaal nooc ah noocigu waa maxay waa dagaal quality ah waa dagaalka imika markii loo dabaaldegay 28kii ciidamada Soomaaliland keensaday dowladaha yara imanaya macna ma leh in Djibouti oo dowlad yara inay soo dirto إذن كيغي أو نرقي حكومي أو وحو بطناء وشيغي دون مالين كالي إنه كيقيب غلان سديد يلاباتن كا دو مارتي دبالدقي سوين لاند عيدا مدا سديد لاتكو صدر ماها دا شاي لاباتن ماها سديد لاباتكو ترال لقيمية ماها لكن مرحلة دا مرحلة لقيمية إنه إتوب بيا صفير كاملة أي مقا عوضو وهنا نهي وكيل أو صفير نوضي إنه مقا عوضو وفدي أدغنا أي صدرتو إن لقا هادلو موسى بيحيئيو رئيس الوزراء إثيوبيا كهلان استعمال كبطة دارهان بربرة هي إن لقاها الله استعمال كزيلع أنصار اللوقة المعود كي جيلا إن من الله استعماله هلك عسكرية من الله استعماله قد نقالها حاكلو جلا إن أي وفد مريكنا أي دراسيين إن جيبوتي أي كسو جوران أو بربرة أي كسو جوران محيالي إذا مدى مريكنا كو أي كفكريان ميل أي كنا بدوبان oo ayn roosh sheena ayna u dhawin dagaalka markaas in ay barbara degaan jabuutina jeena u deganaado macnaha ay leedahay waa macno nooc ah dagaalka markaa waa dagaal nooc ah meelaha isku dirirayo waxa kamida geeska afriika oo anaku aan ku noolahay oo sidan u noolahay aan laba kelmadood ku oran doono okay dagaalkani markaa waxaan u qaybiyay markaa caalamkan aan ku noolahay waxaan u qaybiyay wadano shibro iyo bisadaha oo anaka afriika iyo caalamka saddexaad iyo wadana dhexe oo awooda dhexale iyo wadana waaweyn okay maxaa ku tusaya imika dagaalkan adduunka ka yaala dawladda mareykanka adduunka maxay ku haysataa waxay ku haysataa waxa loo yaqaan quwwada fudud naacimka ah ee dabacsan iyo quwwada adag ee xoog badan labadaba wada wada taa marka labadaas maxaa u mabaadi shan shay mareeku adduunka shashay buu ku xukumaa wuxuu ku xukumaa waxa loo yaqaano in uu veto leeyahay
oo qaraarka dawliga uu gacanta ku hayo number 1 la soo ah number 2 wuxuu ku xukumaa in sirta tiknoolojiga uu qarsan jiray saddex wuxuu ku xukumaa ciidamo غير عادي او شيء دون انت ليجين افر وحقوق حكومه كلتر ثقافه دي صار نقطه ثقافه دوله لا ييبيو افر وحقوق حكومه وحا لو يقان اعلام يا ورباين يا تلفزيون يا هوليوود يا وخي لميدا شنت شيء حاله هذا اي قوه دونيس دونيدن اني كان نقطه لمبر وان شنت شيء وحكا هيسته سؤالش مركا وحا ويان تشينا وحا مو هيستا يا روشنا waxa mu haysta okay halkan waxa yara sameeyna isbarbardhig gheer caadi ah ciidamada mareykanka ciidamada dawladda mareykanka marka laga sheekeynayo okay waxaan wana rafiday waxa soo koobayna ciidamada dalka mareykanka waxa lagu qadara ee waxa taxleena 2 million يلا بقول يشان يعفرتن كن لا مليون يلا بقول يلا با يشان يعفرتن كن أو أسكري إذا كمريكو وحاجرة سديت بقول عفرتن يو شن كن سديت بقول أو كن يشان يعفرتن كن أو كله أو لرقانه إذا ماذا احتياطي قا إيه مارتي إذا ماذا نوه كوا مارتي أدو قرقاروا أو احتياطي أما مارتي رزيرفيا إذا كان رزيرفي مريكانكو وإنت أسويا مريكانكو ميزانية ديسو وإذا كان قريب واتضوء بقل يكونتون مليار أو دولار إذا كان أو قرأ ميزانية كشا مريكانكو صدح يطمون كن أو دياردوت يو هايستا وحو هايستا لحكن يبقل ديابدوت وكي يقدم بيا وحو هايستا أفرتن كن أو بابورادة كاشا ميسانا wuxuu haystaa mareykanka ciidamada badda ee adduunka ugu badan uguna adag 490 ya dooniyadood oo dagaal buu haystaa wuxuu haystaa 19 dooni oo xambaarta diyaarado sida wuxuu haystaa 290 dooni oo wax dumisa mudammir ah wuxuu haystaa 86 quusa wuxuu haystaa 8 algaamta iyo maartay waxyaalada la aaso ee qarxa ee soo soo faqra badda ka dhabaysa taasi aad baan dawladda waxa haysata nuclear lagu qadaray 3700 nuclear waxaas oo dhan waxa weeyaan waxa qoray global fire power meshana halka waa mareeka Soomaa jeenuhu wuxuu haystaa 3.3 milyoon oo ciidana شان بقول يتمكن أو رزيرف يا وعايز تاسع بقول صدق كوني لا بقول يليح الدياردات ولا جبنا جاي وعايز تا إن دوا بده صدق كوني لا بقول وعايز عشان إلى بعثن بابوردة كاشا يعني مارت لا بقول شان بقول أو مارت كوا بابوردة كاشا من سنة إذا ماذا بضع وحويا تضرب بقول تضربي تضربعتن دوني وعايز تا لابد لبقرات أو ديارده حبارك وعايز تا وحكلو أسيدا een kuwa qosara 92 haysta kuwa dubiina shan iyo koton kuwa soo saara ma aratay waxaada qarxana wuxuu haysta 60 okay dawladda jeenuhu awoodeedu iyaduna waa taa een dhinaca miisaaniyadda dawladda shiinuhu waa 187 milyar dollar halka uu ka yahay mareykanka 740 milyar dollar ciidamada ruushka isagu waa 3.5 milyoon kuwa maratay in siku milgaada u joogo reserve-ga ana waa 2 milyoon wuxuu haystaa diyaaradaha dagaalka ilaa 4,798 waa diyaaradaha maratay dagaalama dawladdu waa 13,000 haga ruushka ayaa xitaa mareykanka ka horeeya 72,000 oo wuxuu haystaa baabuurada gaashaamaysana ciidamada baddu waa 603 bay haystaan ودين عمارتي إن إن دونيها بطأ دقالك كوا هل بولي هاي دي أرادة حمبارة لحذن يأفر بولي هاي قوسة سديد يأفرت بولي هاي الغام تصغرة ميزاني دي سوى اللبي أفرت المليار نيكلير كيسا يدونك قوبة ذنوى اللي حكون يستعب بقوية تضباطا حقا مرايكا كون شنكون يتضبقوا كيه
وحاس مركان أوفير صنو وحكتو سيسا دين عاف ودين عي حوجة هي إيطالكا مركا لكن وح عجيبة وح ويان مريكان كوح أنا لو جاري روح ليه بقول يا فرتن قاعدو بقول يا فرتن قاعدو وعسكري يقدونك كله قوة لا يقاني قوة لا أقول هل كشين وهل أكله روش كن واحد بكله شين وهل بلي تجيبته ويتيم على قاعدة يتيم وصلدك أجره مركا سليبي وشينه ولبرتمية مريكان سواش مصلحة صغيرة حال الشينوهم مريكان وحو كلاب برتمية صد حرمات أو مريكا كو أسامي كريم قو شينوه وحو أسعطا دقاليه سو وحو هشتا لعك احتياطية أو رزارفية أو الدين مقاطة شينوه شينها الدين لغو مليه رزارفية سا كبادا نتو هشتا با مركا شينوه ميلو وحكا سوقرو هشتا بينما مريكا كو الدين كنو ليه مركا مريكا كو الدولة كعب سواني سا إفلاس إنه كعضو شيرنو والدولات كورو سعطة تاسيوا عميدو كمد متى لبعض وحالي هاي شيرها وحسو سار كيسو ومعجزو نبا كتو عمي ورشد أدونك أغوين من نوحو كتو المعمائين وحو بيعي ماشا أصا ما يساد دوني دوردان دركا متى لو حوري ماشا دوني دوردان تكنولوجي أصا ميدون تويان كان شيرنوه ساسو سعطة مرايكا كونا واستهي تاسينا وطلبات وكورة ترتميو أريد صدق حاد وكل ترتمي وحوي وتنروش يا مريخ قومي كيشينو سمينا أ إلا سمايو سوق دقالة أو كحرة دولة رجال بدر أو هادو تولدت بدن أو مالكوا بحسن الله أيكو سويا عدورا سوق عدورا أنا خطر هوا هذا فاس إذا مركا هل كاسو حك أركينا إن شينو هايستان تاع لكن مريكا هو كجوه الرجال يسقونا أفراد الموت وأنا كي نجي بنيها كوم حاول الرجال وإذا ماذا حد هذا ثروة بدون جيش لا معنى لها حرب بدن هب وهين بدن معنى ما له مرقى مريك شنو سلي هاي إلا عشان يلا بعتن صنع صوص عطا حوج نقو لك عيدا كنا طابو يوضع لكن إمي كهان مقاري حق عيدا كا حق حاليا بحق ترضى وحدا دا شينها كحوج بدن تراهن لكن تياهن مريك ما كوريا مرقى مريك وحاول عليه حوليسا حوك ورينا وحال لو شيغي تاريخ دي بلاد كما سو مرين البحنمو ميل غادي او لالينين عيدا لالينين لما لك لكن وحا ايمكا ليهين رق فربضان وحا مهم ان لا اوغادو ان مريك ان شينو ودان تكنولوجيات ان كور مران بلا عيدنا وعيدن كو هذا عيدن هدي اون وديارة دفاع لكن سكلا ادوك وقبصان يدنا وخبرات لسوق بني آدك اللي قسوه إنه شينو سمين كلام كتاب بو قرنة لدو لوك باتي وحوليها شينو هو قرمو خسارية سيديبونا وخسارية وحولي واحا خسارينا يشينا سد حرموت هورتا شينو فكرة ما يبين كرا فكرة ما هيو عندك وقتنا هاي جيسك أفريكا شينو حولنا قيبي ما هيو الله محايا لي فكرة سوجيزة شلا ما هيو الله بو شينها وحا وحاود السعود مبدئ يسئيو ي العكتيس مبدئ يسوا تجح ومبدئ أدق رجع صانيو حولي سرو حوله قام فرن حوله وين بليه مو هذا السعودان دولته مركها ما قادنا يعني شعوبته أم دياره ما هنا قاتل سيستم كشينها تحسينه ومشكلة صدحة مشكلة بعد مشكلة صدحة هذا حويان يعني. شينه هو حكوا السعودان حك كان سكره إنه مرقرة صرناه ووح الله يقارنه السعود المفاجئ يؤدي إلى سقوط مفاجئ وعندما اجتماع الأذان قفكو هدوه هرقو كرو خرقو نوصول على دعو يا صورة قلع وإمكانيتا تانا وحا قرنينك على دعو لوك باتي وانا الفلع إني تاسير دعي كرتو لكن نين كالي وشينا وحولي وبوغا سوحو كجوابي هواوي غم مرايكانكو مرايكا هسار ربا وكي انتا سمركا انكبحنا وحويا وحانو إمنانا أنكا محا إنو صورة قلع إنا سمين dagaal kan waxa isdiray waa afyaal waa murudiyal annakuuna wali waxaan nahay jir ma oranay bisad yar yar iyo shimbiraad nahay murudi waxba kama qaadi kartid bisad oo ku joogsanaya laakiin waxaan sameyn karnaa laba arimood oo muhiim ah labada arimood ee muhiimka ah waxa weeye in aan dadka nukhbada ee elite ka iyo dadka siyaasiyinta
oo imika aanan dhakan u soo jeedin oo dhakan u jeeda inay sameeyaan waqfa inay istaagaan statiko su'aal isu diyo madan nuriid maharabna su'aasha si waa muhiim maharabna labo ayu aalamin naciishu fiih caalamka aan ku noolahay waa caalam caynkee saddex mal mumkinu ficluhu fi hada alcaalam caalamkan aan ku noolahay maxaan samayn karnaa bes waxa kale lagama rabo su'aasha kooda waxa maada nuriid maxarabna haddaan soomaaliya degannahay maxarabna dowlad odayaal ay soo doortaan oo lacag la bixiyo oo wadamada carabta isukeen diraraan oo ismaaciil cumari uu ra-iisul wasaaraha soo amro oo ra-iisul wasaaruhuna uu intuu meel fadhiisto wadaad hebelmo noqonaya baarlamaanta hebelno noqonaya uu madaxweynuhu han ka dagaalamo oo kani kala dagaalamo oo qolada murashaxiintu ay ka xumaato khadkii oo kani puntland uu dagaalamo oo jubbaland waa la laayahay meelu marayba oo dhuxul buu iibiya waxaaba dowladda madanurid maxarabna waxaan rabnaa cantariyaad ciidan baan leeyahay boliis baan leeyahay waa xoog badanahay dowlad baan u ekahay waxa dhaa cantariyad bal cantar bilshidad waa jir dhisan oo hoosta fiidka baara maadaa nuriid maxaan rabnaa maadaa nuriid ana waxaan leeyahay ayaan dhaweyto oon qoray jor aan ku qoray baashkayga waxaan ka sheekeeyey arrin yaable odaygii dulqarnayna calayhi salaam dulqarnayn raximahullah markii uu yimid qoladii laa yakaaduuna yafqahuuna qawlan aan hadli karayn waxay isagiina hadli karayn in afka aqoomi u fahmeen maaha waa dad mufradaadkii dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo nolosha iyo ilbaxnimada isku kekeeni kari la waa dad noolaan kari layahayeen sa soomaalida maanta waxay doondoonayeen qaa'id nooleeya u yidhaahdeen adeer qolana dhibtoona soo weerartaa annakuna mushkaqad baan ku siirnaye noo dhis derbi naga ilaaliya inayna soo weeraraan wuxuu ogaaday odagani maaragtay dulqarnayn inay qoladani yihiin qolo nolosha ka dhacsan sida soomaalida maanta aanahay kaas wuxuu u dejiyey istraatiijiyadii ay nolosha kusoo noqon lahayeen nolosha sidee loogu soo noqdaa ayuu dejiyey walidaalika maqaalka markala inay macnayn doonaaye waxaan ku gebagebeeyey adduunka waxaa jira laba mujtamac oo weligood nolosha aan samayn karin mujtamaca siyaasiga iyo mujtamaca siyaasada ka maqan mujtamaca siyaasigii waa maxay waa mujtamaca 15 jirka ilaa 90 jirku ay ka sheekayaan siyaasada dadka oo dhan ay siyaasad ka hadlaan oo loo kala hadhin almujtamacu siyaasi amba waxaa odhan kartaa almujtamac almusayas mujtamac la wada siyaasadeeyey odaygii ugaaskii siyaasadu ka hadlayaa sheekhii siyaasadu ka hadlayaa professeerkii siyaasadu ka hadlayaa kii caamada ahaa ee maqaaxida fadhiyay siyaasadu ka hadlaya inankii yaraa siyaasadu ka hadlaya inantii siyaasadda ka hadlaysaa islaantii siyaasadda ka hadlaysaa dadkii oo dhan siyaasadda ka hadlayaan marka waxaa isku mid noqday mufakirkii iyo kii caadiga ahaa oo ku tartamaya inay siyaasadda ka wada hadlaan waxaana la helay meel laga wada hadli karo oo qof walbana wuxuu doono oran karo mujtamaca migiciisa waxa dhahdaa mujtamaca siyaasi mujtamaca musayaskii muxuu sameeyaa tii siyaasi iminka waddankan kanada deganahay siyaasada rag baa ka shaqeeya laba yihiin dad siyaasada ka shaqeeya waa siyaasiyiinta iyo dad siyaasada macneeya waa aqoonyahanka waa mufakiriinta waa khubarada sadday macneeyaan dadka kaletana way dhegeystaan waxaan bay fahmaan waxaabay markaa wacyi ba yeeshaa dadku markaa marka maxaan u bixiyey kuwa waa mujtamac asiyaasi yasnac tiih siyaasi soomaalida markaa maxaa ku dhacay tiih baa ku dhacay isdaba wareeg dama siyaasadeed waa la isdaba wareegayaaun meeshii shalay la joogay ba maanta lagu soo noqonaya waa lagu soo noqonaya lianna dadkii oo dhan baa siyaasi ah marka soomaalida mujtamac waxa dhahdaa mujtamac almuqayab siyaasiyan mujtamaca siyaasadda ka maqan ee loo diiday inay sada ka hadla iminka matalan maalin dhaweyto dalarna jabuutiyaa dooday waxay ka hadlayeen maxaa samaynaa si dikadaha loo nadiifiyo amba jidadka loo nadiifiyo amba loola dagaalamo uskaga iyo gidaafada dariiqada taalla marka dadku markii hadlaya maxaan ka qaban karnaa waxaa la galaya siyaasadii inaan gelin iyadoo aan ka hadalo waa muqayab siyaasiyan leanno wadanka waxaa nadiifiya waa siyaasad siyaasatu tamdiima magaalayntu waa siyaasad ilaalinta dhirtu waa siyaasad ilaalinta bulshadu waa siyaasad kobcinta tacliintu waa siyaasad dhaqaale samayntu waa siyaasad marka haddii dhado waxaan ka hadlin siyaasadda inaan ka hadlin waxaan kala ka hadalo waxa dhada waa mujtamaca siyaasadda ka maqan mujtamaca siyaasadda ka maqanna
أمل ملها مستقبل ملها جيبوتي بمرك إجزام الواقع دادكو واحد يقول إيه نحكي هذا الله ويحيي أساس دهين وحاسس دهين محاكمة تاني أوكي كنا محول نوشل بيتاتك عليك كنا لابد ما بروبليما بركا مجتمع محا لو بهاي مركا حلق ومحي وإن دادك إليتكو أي كيانان سؤاشة محا ربنا مجتمعنا وإنو دقيستو وعييشو ومركا أو قرت محا ربنا أي معنيان أقويهان كو لو بديلو بروجكتيا مشروع مشروع أي بروجكتيا إلا تمثلو وأحزاب هي جماعات أي قاتان أو أي دتك وهو يران سدا دينك شيء وسميه ولا رضو صدق سنة كذب دتك إنه واحد نقول يان سدا مركا أروح أركيا هدان فهنو واحد أعرف إنه الدولة سدا أروح سمينا أفهنو تمن سنة كذب واحد لغة صارينا طريقي دولة ماذا هدان ساري ويننا تمن سنة كذب وان إقراضنا وان برمورنا وسوينا اسمه تابن دونه وانا لقبسن دونه وانا لوترين دونه أريد تقول بدي واتهوين. أريد تلباد أو أه أي عالم نعيش فيه عالم كيان كنا الله هاي. عالم كيان كنا الله هاي وعالم صدح حرموت بعد دح فدينا. كو دولة وين ويسير دينيا دولة دح ويسير دينيا. إياه وحن دح فدينا دولة عنا كنا حكمه وقيم لهين فاليرا لهين وجد لهين. مركم حربنا. إن أن كون قيم كالهين أن كحرمه. oo dadka dhalinyarada ay aqoonta leh ay revolution bilaabaan ay raadaan ma rabno sidan aad u fikiraysan ee maxaramna si kale in loo fikiro taas waa barkaa bidda kubada marka ayu caalam ina ciisho fi wayna faano sadex waxaanu maana maxaa ina sameeyna mal mumkin u ficilo adigu marka waxaan ino soo bandhigaa si aan 10 sano wax u noqono sadex arimood dhalinyarada geeska afrika u laatay aqoon hal barto iskada halka badan ilmi hal barto aqoontu waa number 1 adduunka maanta waxa lagu kala tagay waa aqoon shiina wuxuu ku siibtay waa aqoon israa'il waxay arabka horeysa waa aqoon dawladda ay qadar leedahay waxay macna ku yeelatay waa aqoon jaamacadda ugu qurux ugu horeysa wadanka arabka qadar baan noqotay waxa waxay ku noqotay aqoonta ay soo bisatay al ilm aqoon ku soo fadhay yaro jaamacadaha Soomaaliya ka jira aamina dhigta waxna akhriya waxna barta oo kow labo waxaan inagu weynayaa dhalinyarada Soomaalida ka baxa qabaysha waxaad gashin ururo laba ururo samaysta ururo civil ah oo loo yaqaan mujtamaa rayidka samaysta iyaga qabiilka indhi bedelaysa iyo mujtamaat loo yaqaan siyaasiya ahzaabna samaysta xisbiga hasugina hebel iyo hebel oo taqaan iniku sudun jirbaatiin حزب الأمل سماي حزب جي أملك يرجدا أحزاب سمايستا أحزاب تأ سمايستان وحي لي بدلي قبيالته مركز سياسيًا نه قبيالته كبحة مدنيًا نه حاجة سيفجة يا مجتمع الرائد كأنا كبحة قبيالته إسكوي مادة تأ سمايستا لا يرفر بضره بور مدرسو حيردا أم بس مالي لا تقيبها كلا يرسو حيردا وبوت لا يرسو حيردا أم بحمر يرسو حيردا amba jijigay gala soo xireeda amba jibuuti gala soo xireeda dhamaantood way badan yihiin waan isku xirannahay waxaan iga lahay ka baxa fikirka ah intidaarka asugaysiin inay odayaalayn italiyaan odayaashu way fashilmeen duurkoogina uu dhamaaday waxay hayaana ma jiro way soo noqnoqonayaan waxay kunjigeenayaan ay sarifayaan ficilka shalay sarifayaan baatana ficilku bikuu cilniyaan hore uga tagaa oo dhaafa taasina waa mid dalabaad in lagu wayn leeyada oo leeyahay 10 sano kadib waxba noqonayna hadaan saas sameyno arinta saddexaad waxa weeyaan oo in igu yeeray waxa weeyaan diida inaan noqoto raq la isticmaalo oo uu isticmaalana siyaasi oo jeedale noqo qof wuxuu rabo inuu sameeyo ay tahay marka waxa israaci doona dadka wax raba ayaa siri doona xamarka rabnaa anaku inaan sameyno tayar cusub جوي عصب مناخ عصب هو عصب ومجي عيقل هذا تيار كم بدين يصد الشيء إلى صعدها وحرمنا وده ددي تين تي بفشليين ببقركود سياسيين تي سياسي دي بفشليين وضيع شينا وعيف فشليين دقنك وحرمنا تيار عصب وصد الشيء وطا إسلامية دين تي وطا دقنك ولا سلانة وطا إسلامي ومحافظة صد أردوغان وكلام
إسلام كان مودرنة عصري سينور وطنية صدق هالشيء وطن تيار لو شيءين وطنك لو نشيءين دين تي دقنك البحر ما دنا لو شيءين هذا نتاسة منه لابد أكون يلبي صدر وحنا هي لمبر هذا سيدا يري وينه لابد أكون يلبي صدرك وحنا قلنا تاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتين وجزاكم الله خيرا.